أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. قال الله عز وجل في الآية 37 من سورة الحج المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، صدق الله العلي العظيم. سؤال هنا يطرح بخصوص طبيعة التعبير التي جاءت في هذه الآية الشريفة، حيث يقول تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما معنى هذه العبارة، هذه الجملة الموجودة في هذه الآية الشريفة؟ ما المقصود بأن التقوى هو الذي يعني اللحوم هذه والدماء هي التي تنال التقوى، وما الذي يعنيه أن الله لن ينال لحومها ولا دماؤها الله سبحانه وتعالى؟ ما معناها؟ نحن إذا رجعنا إلى الآية السابقة، الآية 36، سنجد بأنها تتحدث عن تشريع الهدي الخاص بنحر البدن. البدن هي الإبل التي تكون بدينة سمينة، يكون فيها لحم وليست ضامر مثل تلك التي تأتي إلى الحج فتقطع مسافات طويلة، بالتالي تصير ضامرة ضعيفة، لا، تكون بدن يكون فيها لحم. فهذه قدموها في ضمن مناسك الحج من تشريع الهدي بهذا الخصوص. ثم جاءت هذه الآية الشريفة لتقول بأن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى هذه اللحوم. عملية النحر التي تتم لهذه البدن لن تعود فائدتها إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله غني عما يقدمه الناس من الهدي، من البدن أو من غير البدن، بل بالأساس هذه البدن، هذا الهدي هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، من الله به على عباده وعلى البشرية. قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، إلى أن يقول تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. من سورة النحل الآية 5 إلى 7 ثم 8. من الذي أعطى كل هذا؟ من الذي وفر كل هذه الخصوصيات في هذه الأنعام؟ من الذي جعلها مسخرة طيعة تحت طوع الإنسان بسهولة يستطيع أن يربيها ويحتفظ بها عنده وينميها ويكثرها ويستفيد من ألبانها وإلى آخره؟ الله سبحانه وتعالى، فهو المنعم وليس هو بحاجة إلى ما تقدمونه. ولذا آية بدأت هكذا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. هذه ما يروح مردودها لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فهو خالقها وهو خالقكم. هي في الأساس لله عز وجل، أنتم ما تقدمونها لله، بالتالي لم يتعبدكم الله بنحر هذه البدن لترجع منفعتها إليه،
تماما كما هو الحال في أي عبادة من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك. كل العبادات مردودها لا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لا شيء يرجع منها إليه، لأنه الغني الذي لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا معصية من عصاه تضره، لا تضره هذه. إذن لماذا شرعت ذلك يا رب إذا أنت مو بحاجة لهذا؟ ولكن يناله التقوى منكم، يعني العطاء المادي. الإنسان عندما يعطي تطوعا بلا مقابل، يعطي للناس للقانع والمعتر، يقدم هذه البدن الثمينة، يقدمها من ماله، يتنازل عنها، يطعم منها القانع والمعتر، حين ذاك هذا الإنسان يكون قد ترفع على الأنا، هذا الإنسان قد ترفع على مال الدنيا، هذا الإنسان قد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وقال: يا رب أنت أمرت وأنا أنفذ، أنت أمرت وأنا أطيع. فبالتالي هذه العملية بهذا المضمون، هذا الأمر الناشئ عن وعي هذا الأمر، يحقق ماذا؟ يحقق قفزة في مستوى التقوى عند الإنسان المؤمن، يحقق له قفزة. كل ما يعطي عطاء بلا مقابل تقربا إلى الله، كلما ارتفع عن الأرض ولم يخلد إليها، كلما تعالى على حاجات النفس، وكلما اقترب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. فإذا مستوى التقوى يزيد، وتفعيل التقوى يصير أكثر في الواقع، لأن التقوى ليست مسألة كامنة في النفس، إن الإنسان داخل عنده تقوى ويقعد له بزاوية وما له شغل ويقول أنا عندي تقوى. لا، لما تنزل على الأرض تتعامل مع الأمور، إذا ما سويت حرام، إذا التزمت بالواجب، إذا كنت كما يريد الله، حين ذاك يبين أن بالداخل عندك ماذا؟ عندك تقوى. فبالتالي هذا الأمر، هذه الشعيرة هي تنمي حالة التقوى، فتؤثر على سلوكيات الإنسان بالتالي في أرض الواقع. ثم التقوى هي تنشأ من حالة مراقبة النفس داخلياً في مدى طاعتها لله عز وجل. فلما يروح هناك الإنسان في الحج ويستغني عن هذا المال ويطيع الله ويقدم هذا الأمر، هذا يدل على أنه يراقب الله في نفسه ولم يتمرد على الله عز وجل. ماذا نستفيد من هذه الآية الشريفة؟ واحد، الله سبحانه وتعالى غني عن عبادات عباده وعطاءاتهم، فهو الخالق وهو الرازق. من وين استفدنا هذا؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. اثنين، للأعمال والعبادات الظاهرية في الدين مثل عملية نحر البدن، أهداف سامية تكمن وراء ظاهر هذا العمل. من أهم هذه الغايات تحقيق العبودية لله تعالى وطاعته، وتنمية الحالة الروحية عند الإنسان المؤمن، ورفع مستوى التقوى لديه. لما نقول مستوى التقوى لديه، بمعنى أن نرفع من طبيعة سلوكيات هذا الإنسان لتكون أرقى، يخاف الله فيما يقدم فيه من تعامل مع الناس، انعكاس واقعي على الأرض. ولكن يناله التقوى منكم. من اللي يستفيد؟ التقوى يستفيد من اللحم، من عملية النحر، التقوى هي اللي تستفيد. ثلاثة، من خلال العبادة ومنها تقديم الهدي، يستحضر الإنسان عظمة الله تعالى وفضله. من وين استفدنا هذه؟ لتكبروا الله على ما هداكم، تصير عظمة الله عز وجل أكثر في نفوسكم. أربعة، نعمة الهداية تستحق العناية وتستحق شكر الله تعالى عليها. من وين استفدنا هذه؟ لتكبروا الله على ما هداكم، هذا نوع من الشكر. خمسة، لمناسك الحج دور ظاهر في هداية الإنسان. بس أي حج؟
حج الواعي، حج الإنسان يفهم ايش قاعد يسوي، مو بس قضية حركات. وين استفدنا هذا؟ على ما هداكم، أكو هداية في الحج. ستة، لولا أن من الله على عباده بالهداية لظلوا. إذن في نعمة أخرى من عند الله وهي نعمة الهداية. من وين عرفنا هذه من الآية؟ هداكم، هو هداكم، مو أنتم اهتديتم، هو هداكم. سبعة، أداء مناسك الحج عن وعي يضع الإنسان في جملة المحسنين اللي الله سبحانه وتعالى يعطيهم الجزاء العظيم في الآخرة. من وين استفدنا هذا؟ وبشر المحسنين، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.